كده هي ايوه كده النهار يبقى لازم تنور. النهار الله منوره. اذا مبتدئين كده هنعمل ايه في بقيه الحلقه؟ احنا اللي لازم نفرح بيروت بس يجي الكهرباء عندنا بنعمل كده. مساء الخير. بس خليني بدايه ارحب على المشاهدين ومسي عليهم، يسعد لي مساكم. عرفني بضحكتي من القلب وبنى شهرته بالثمانينات والتسعينات من خلال ادوار عديده بالسينما والبومات قدم فيها العديد من المونولوجات الناجحه. ماذا حصل ولماذا تدور الأيام لتخفض صدى هذه الضحكات؟ مسيرة من العطاء تخلل الوجع والمرض وخيبات الأمل. عادل الفار الذي يزرع الفرح مثل ما شفنا بضيافة نص الكلام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. حقيقة بتزرع الفرح وين ما بتكون حضرتك. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الجمهور الجميل اللي قاعد بيتفرج علينا. أنا بحييكم جدا وبحيي قناة النهار اللي انا بعتبرها من القنوات المتميزه المميزه ولا الاثنين تمشي الاثنين مميزه متميزه مميزه بصراحه. شكرا وبحييكم يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه احنا برضو هنرحب فيك على طريقتنا الخاصه، هنشوف الويلكم كليب ونرجع. إذن ونبتدي حلقتنا معاكم مشاهدينا وبضيافتنا مثل ما سبق وذكرت الفنان عادل فار. عادل فار لمؤخرا شفناه بعدة تصريحات، شفناه بعدة لقاءات. اليوم اللقاء حيكون مختلف، مش عارفة قد ايه حيحمل معه الجديد، ولكن على الأكيد حيكون في الفرح وحيكون في نوع من الكلام الحقيقي الذي ينبع من فنان قدم الكثير والكثير للفن. مساء الخير من جديد على حضرتك. مساء الفل. ايه رايك نبتدي بقى جلستنا كده ب يلا نبدا موسيقى وحاجات حلوه وفرح؟ انا حاسه الحلقه دي مختلفه بعض الشيء. يا رب ان شاء الله انه يوفقنا ونسعد الساده المشاهدين. يلا بينا. انا عارفه في حاجه محضرها، نسمع نسمعها. يلا خش خش يلا. المزيكا
عادل الفار زي ما انت راسي زي ما انت راسي. اتفضل رد. هنبتدي بقى مباشرة في حلقتنا، جاهز؟ تحت أمرك. يلا. الكلام في كل مكان بس الحقيقة وحدها في وجدان أصحابها. تمام. يعني احنا بنسمع كتير بس انت عليك النهاردة تقول لنا الحقيقة والكلام الصح والكلام الغلط. أتمنى أن أقول الحقيقة، أتمنى. لا أنت، أنا متعودة عليك أنت بتقول الحقيقة. أتمنى. هل صحيح مفيش صداقة حقيقية في الوسط الفني؟ صداقة؟ في صداقة حقيقية في مع الفنانين بالوسط الفني؟ لا، في في؟ في طبعا. عندك أصدقاء كتير؟ في بس، وفي وفي. يعني إيه في صداقة؟ يعني في صداقة حقيقية. أصحاب بيحبوا بعض وبيسألوا على بعض وبيودوا بعض وبيخدموا بعض، وفي بقى التناش اللي هو إيه، ما تعرفيش هل ممكن يكون ظروفه صعبة أو ممكن يكون هو إيه مش جدع. يعني مش يعني في حتة أصيل، مش أصيل، في حتة مقلقة كده، عايزة أصالة أصيل. أصيل يعني الواحد لما يبقى مصاحب واحد ويحس إنه تعبان لازم يتصل بيه على الأقل، يطمن عليه، يسأل عليه يشوفه عايز حاجة. دي حاجات بتبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك عليها يعني بعد كده. وأنت أيهم الأكتر جنبك؟ اللي بيطنشه ولا اللي بيسأله؟ عجبتك دي. والله اللي بيطنشه كانوا كتير، رغم ان احنا كنا يعني، انا مش عايز اقول اسامي، مصطفى قمر، محمد فؤاد، اصدقاء كل العمر، كل دول احنا جيل واحد. هم احنا فين؟ هم فين في حياتك؟ احنا طالعين مع بعض، مفيش حد فيهم سأل عليا غير سامح يسري المطرب الله يمسيه بالخير، والاستاذ اشرف زكي النقيب. النقيب بتاعنا ده بصراحه يعني ما سابنيش طول ما انا تعبان، بيتصل بيا وبيطمن عليا وبعت لي فلوس بصراحه. نجيبه الخاص. وانسان محترم، هكذا يكون النقيب. هكذا يكون النقيب يا جماعه. مؤخرا بقى الاستاذ هاني شاكر، لان انا نقيب في لان انا عضو في نقابه الموسيقيين ونقابه الممثلين، اخيرا الاستاذ هاني شاكر خلى الاستاذ محمد ابو زيد يتصل بيا ويقول لي عايز اي حاجه مش عارف. قلت له مش عايز اي حاجه. قال لي انت عملت ايه في المستشفى؟ كنت عملت عمليه يعني. قال لي طب ابعت لي الورق اللي انت عملت بيه العمليه عشان يدفعوا. فبعت له الورق، عملوا لجنه وطلعوا لي مبلغ برضه لا باس بيه يعني. فهي دي المفروض. وانت ليه قلت اخيرا؟ اخيرا قلت لي اخيرا هاي. اخيرا لان انا قبل كده كنت تعبان ما كانش بيسال عليا، لدرجه ان انا قلت مره، قلت انا زعلان، انا ندمان ان انا انتخبته. ورجعت بقى في كلامي بقى، مش ندمان كده، مش ندمان يا استاذ هاني، انا مبسوط منك قوي عشان انتبهوا لك يعني، عشان ودوك الفلوس ودفعوا المصاريف. الاستاذ محمد ابو زيد بصراحه قال لي هو اتصل وبيسأل عليك وعايز يطمن عليك. ايه اخبارك وبتاع. بس انت ومصطفى قمر ومحمد فؤاد كنتوا قريبين. احنا كنا على طول مع بعض. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرهم؟ الله اعلم بظروفهم، ممكن يكونوا مشغولين، ممكن يكونوا يعني كل الجيل ده كله. وخالد عجاج بصراحه، خالد عجاج ده من اعز اصدقائي. كلمك؟ كنت مره اتصلت بيه فما ردش، فكنت في برنامج قلت لهم يا عم ده انا بتصل بخالد عجاج ما بيردش. زعل جدا وكلمني بعد البرنامج قال لي انا ما بردش، والله العظيم ما سمعت، والله العظيم انا كنت ما خدتش بالي، والله ده انت حبيبي ده انت. قلت له خلاص انا مسامحك، خلاص انا عرفت انك انت فعلا ظروفك. فإنسان محترم جدا خالد عجاج، ومن يوميها كل يوم يكلمني على طول. طب انت تفتكر هما ليه ما بيتواصلوش معاك؟ خايفين تطلب فلوس؟ ممكن ده يكون سبب؟ او عاوز فلوس او عاوز مساعدة مادية؟ لا انا عمري ما بطلب الحمد لله، مستورة الحمد لله. مستورة بس مش زي الاول طبعا يعني. انا طبعا انا كسبت كتير قوي واشتغلت كتير وكسبت كتير
وبس كنت بصرف كتير. تصرف يعني على ايه؟ كسبت كتير وصرفت كتير. كانت تروح فين الفلوس؟ في الـ في الـ في الـ في الشقاوة. في الشقاوة. ندمت دلوقتي؟ طبعا. طبعا. اوعوا تتشاؤوا. ايه نوع الشقاوة دي؟ يعني تروح تسهر، تمشي مع بنات، تصرف على البنات، تصرف عليهم. يعني كده. طبعا كل دي اخطاء انا وقعت فيها، ما حسيتش بيها الا بعد ما تعبت. قلت ايه ده، سريت بقى يمر قصادي كده. ايه ده، ايه ده اللي انا عملها؟ والله وانا نايم شريت على الاخطاء اللي انا عملتها يمر قصادي كده. ايه ده، ايه اللي انا عملته ده؟ انا عايز اضرب نفسي، عايز والله عايز اخرشم نفسي. بس الحمد لله تبت وصليت ورحت عامل. انا تبت، عملت، انا تبت. انا قلت، انا كنت شقي، بقول للجمهور انا كنت شقي قوي، كنت عفريت، كنت شبعتق. بس الحمد لله انا تبت، يا دوبك من ساعتين الا دقيقتين. وناوي علينا رسم قدامكم عشان تبقوا شاهدين. انا تبت يا دوبك يا دوبك يا دوبك من ساعتين. وخاصة تقريبا يعني بالظبط بالظبط الا دقيقتين. ولا عدتش ابص شمال ولا عدتش ابص يمين، خطواتي بقت محسوبه. وبحب ارقص على ايه؟ انا ياما لفيت، انا ياما عطيت، انا عمري ما كنت ببات في البيت. ده انا واد سهير ولعبت كتير، ده انا ليا تاريخ في الهلس كبير. بس الحقيقه انا تهت يا دوبك يا دوبك يا دوبك من ساعتين تقريبا، يعني بالظبط بالظبط الا دقيقتين. ولا عدتش ابص شمال ولا عدتش ابص يمين، خطواتي بقت محسوبه. وبحب ارقص على ايه؟ دي اللي فسرت وشرحت اكتر الوضع اللي انت كنت فيه. دي حبيت اعلنها ان انا تبت يعني خلاص، وربنا يسامحني الحمد لله. يعني كنت تصرف كتير على البنات؟ انا قلبي ضعيف ويا الحلوين، وبحن اوامه بسرعه بليل. وبحب العود لو كان ملفوف دلوقتي خلاص ما بقتش بشوف. بس الحقيقه انا تبت يا دوبك. انت بقى اختصر كل الاجابات في انا تبت. انا تبت في دي، وفي الاخر ايه؟ ما تابش. ده في الاخر ما تابش، ده في الاغنيه. بس على الحقيقه انت تبت على كل لا الحاجات. لا انا تبت بجد يعني. لا، لانه عشان الازمات اللي بنمر بيها بتعلمنا، وبتلاقينا انه احنا لازم نعتمد على نفسنا قبل الاخرين. تمام تمام تمام. بعتت رسائل لاصدقاء قدامى؟ يعني حاولت تكلم حد وما ردش عليك، او طنشك، او قال لك ارجع واكلمك بعدين؟ لا والله انا ما بحبش افرض نفسي على حد. يعني الاعلام كله كتب على تعبي وعلى مرضك. صح. مرضي وقنوات كتير قوي جم قول البيت وعملوا معايا لقاءات وبتاع. فخلاص يعني ما اقدرش انا اتكلم بقى، اتصل بحد يفتكر ان انا لا. انا يعني دي عندي من نفسك يعني، من نفسك. انت بعت رساله لرامز جلال صح؟ رساله؟ رامز جلال. رامز جلال؟ حبيبي رامز جلال. بعت لك 2000 جنيه؟ لا، زمان. زمان كان الشغل ضعف معايا شويه، فقلت له يا عم شوف لنا حاجه نشتغل يعني. الدنيا واقعه معايا وبتاع، فلان انا كنت انا ورامز جلال كناش بنسيب بعض اصدقاء الليل والنهار على طول مع بعض، وبنسهر مع بعض. راح بعت لي المندوب المدير اعماله بظرفين، ظرف باسمه وظرف باسم ياسر جلال، كل واحد 2000 جنيه. قلت له ايه ده، انا مش طالب فلوس. وفعلا ما كنتش طالب فلوس، انا بقول له ان الدنيا واقعه يعني راح اشرحني معاك في حاجه يعني. فقال لي لا، ده انت خيرك عليا. وكنا مره قعدنا في مطعم وانا حسبت، ففاكرها لحد دلوقتي. قال لي انت دفعت الفاتوره؟ انت ما حسبتنا. زعلت يعني. زعلت وقتها وقت شفت الفلوس؟ لا، رجعتها. رجعت الفلوس بس ما رضيش ياخدها. ما رضيش ياخدها.
بس عزتك الدنيا عزتك. بس يعني انا يعني زي ما تقولي حسيت كده ان انا ضعفت. اللي بعت لي فلوس يعني حسيت كده ان انا مش كسفت من نفسي يعني. اول حاجه جت في بالك كانت ايه ساعتها؟ يعني اتضايقت جدا، اتضايقت ان انا قلت له، واتضايقت ان هو فهم الموضوع غلط، فهم ان انا عايز فلوس يعني. بس الحمد لله لازلنا اصدقاء انا وهو، وياسر جلال طبعا حبيبي. كنت معاه في مسلسل الفتوة. تجربة المرض علمتك ايه يا عادل؟ اوه علمتني حاجات كتير. ايه اللي مستوقفك بينك وبين نفسك؟ علمتني ما انا ما حسيتش باللي انا عملته الا وانا مريض. وانا مريض حسيت ايه اللي انا عملته ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ ما كنتش على طول بسهر وعلى طول بروح هنا وعلى طول بروح هنا وعلى طول. انما دلوقتي الحمد لله بصلي الوقت بوقته، ويعني كنتش بصلي الاول. خفت من الموت؟ ها؟ خفت من الموت؟ لا الموت ما بخافش منه. بخاف ان اموت بس اكون مستريح، يكون ربنا مسامح لي يعني. يعني حسيت قربت للمرحلة دي بمرضك وتعبك وكنت في غيبوبة، حسيت انك قربت من المرحلة دي؟ قربت انه اسيب الدنيا لا سمح الله وبعد عمر طويل؟ يعني شعرت باللي بحسه الانسان هو وبتعبه وبيكون بلحظات وحشة قوي؟ حسيت بهذا التعب؟ طبعا طبعا حسيت بيه قوي. وبعدين احنا عايزين نفرفش الناس بقى، احنا محطاتنا فيها كده وفيها كده. برضو انا عاوزة اعرف الانسان اللي فيك، اللي جواك، اللي الناس متعودة دايما تشوف الوش بس ولا مرة حاولت تشوف الوش التاني. وده موضوع على فكرة بيتعب الشخص طبعا، لانه انت طول الوقت فين ما تكون موجود ضحكنا فرفشنا قول لي نكتة غني، بس ما حدش يعرف ألمك الحقيقي. بالظبط بالظبط كده يعني. مهما كان الواحد مهموم وعنده مشاكل، طبعا كل واحد عنده مشاكل. أنا عندي ولد وبنت. البنت ما شاء الله ما شاء الله دكتورة ما شاء الله، اجتهدت جدا، والولد معاه بكالوريوس سياحة وفنادق. أسرة كده، والمدام عندي بتحبني قوي لدرجة إن أنا لما تعبت ورحت في غيبوبة، فجأة رحت في غيبوبة عرفت، افتكرتني مت. أدي تقول لا مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي، ده أنا عرفت بعد كده يعني. ما نقلوني على المستشفى وعملوا الإجراءات وفقت. فعرفت ان هي ايه، اما اغمى عليا ورحت في غيبوبه قعدت تقول مش دلوقتي، فمسكها لها لحد دلوقتي. مش امال امتى؟ عايزه امتى يعني؟ في وقت محدد؟ بصيت للدنيا من منظار تاني؟ يعني شفت الدنيا من منظار اخر؟ مراتك، عيالك؟ طبعا. مراتي طبعا الحمد لله طلبت منها السماح انها تسامحني، وهي بتحبني قوي الحقيقه يعني. كانت تعرف بنزواتك؟ طبعا. كانت تعرف؟ طبعا. وتسكت؟ كنت بصل على طول بره، وساعات كانوا يجوا لي البيت، كان عندي مكتب، يجوا لي المكتب البنات. اوكي. بس الحمد لله خلاص كل ده راح خلاص. كانت تشوفهم جايين لك المكتب؟ واتخانقت معاهم وبتاع. كده يعني. بس الحمد لله يعني. بعدين تبت؟ انا تبت يا دوبك من ساعتين الا دقيقتين. طيب علقت فيفي عبده نسيتها ولا لسه؟ فيفي عبده؟ نسيت العلقه ولا لا لسه؟ والله انا كنت بقدم فني يعني، انا وهي كنا اصدقاء يعني. طيب بص خليني اتفق معاك على حاجه، خليني اشوف انا وانت المقطع اللي شافته فيفي عبده ومن بعده اديتك علقة معايا؟ ماشي. يا ما
بردوني يا جماعه اتاخرت عليكم، لسه جاي من التصوير حالا دلوقتي. كنت بصور في اخر مشهد من فيلم المعجنه. اوبا هيبقى معجنه الموسم الفيلم ده. حكيته الحدوته بتاعته بسرعه، عامله فيه دور خدامه. هو فيلم خيال علمي. عامله فيه دور خدامه هيضحك عليا ابن الباشا ويعشمني بالجواز ويسيبني ويخلع. شفت بقى حضرتك؟ ها؟ هضطر انتقم منه وحسر الفيلا واهرب. شوف بقى الاحداث ماشيه ازاي. هقابلني واد بلطجي اسمه زينو، هيحبني وهحبه، بس مش هنستمر مع بعضنا لان هيشك فيا. هسيبه واتعرف على راجل عمده، هيحبني برضه وهحبه، بس برضه مش هنستمر مع بعضنا لان هيشك فيا. هسيبه بقى واتعرف على تاجر مخدرات. شفت بقى الاثاره اللي في الفيلم؟ هقلد البودره والبرشام، ها؟ وهبقى مدمنه، بس برضه مش هنستمر مع بعضنا. عارفه ليه؟ هيشك فيا. هيسيبني بقى ويخلع ويتجوز واحده ثانيه. شفت بقى يا باشا؟ ايه رايك؟ تاني. كنت تستاهل العلقه؟ كنت تستاهل العلقه؟ كانت بتحضرك، كانت بتشوفك، كانت بتشوفك في الصاله. سمعت. انا سميتها فيفي هبه، ما قلتش فيفي عبده. اما خمس تتعرف الشخصيه ككل يعني. هم بعد كده بقوا مسموها فيفي هبه. يعني خدوا الاسم وبقوا. هي كانت في الصاله. كانت في الصالة. لا، كانت مش في الحفلة دي. مش في الحفلة دي، كانت في حفلة في الشيراتون. اوكي، بس بنفس التقليد، بنفس الجو، بنفس الشيراتون. وكان حفلة معمولة راجل أعمال عاملها وعازم كل الفنانين. اوكي، ومن ضمن اللي عازمهم بنتها. اوكي، الشيراتون. طيب، فأنا بقدم الفقرة اللي ألح عليا إن أنا أقدمها كمان. هشام يكن لعيب الكوره طلع لي قال لي، كان شافها في فرح قبليها بكام يوم كده، فقال لي يا ريت تعمل لنا الموضوع بتاع فيفي بقى اللي انت قلته وبتاع. انا لو عارف ان بنتها موجوده ما كنتش قلته خالص. بس اضطريت اقوله، وطبعا سخسخه ليلى علو دي وقعت من كتر الضحك. وكان فريد شوقي الله يرحمه كان موجود. خلصت، بنتها بقى طلعت قالت لها الواد مطلع عين مضحك عليك الدنيا كلها. فنزلت قالت، راح متصله، كانت هي بتعمل فقره فوق. نزلت اتصلت بالاداره، ما يطلعش الواد ده، ما يطلعش الا منزل. وفعلا بعد ما خلصت مدير الحفلات خدني في قاعه فاضيه في عيشه اللي انا وهو بس. انا فكرت عايزني في حاجه يعني. اتاريه هو هي قالت له ما يطلعش، ما يمشيش. فقعد قال لي تشرب ايه وبتاع، قلت له انا مش عايز اشرب حاجه. انت؟ قال لي عشان عايزك في موضوع كده. انا فكرت عايزني في نمره يعني. والله يرحمه فريد شوقي جالي قال لي في ايه؟ هم حاجزينك ليه؟ قلت له ما اعرفش، ده مفيش حاجه. قال لي طب لو في اي حاجه يبقى تعالى لي، ابعت لي. فريد شوقي لو لحقت. فريد شوقي. ما نزلت بقى، هو فين ابن دب دب دب؟ هي لوحدها ضربتك؟ هي ومعاها البادي جاردز، البادي جاردات وكل والفرقه اللي عايز يرفع اجره ويضرب. ها؟ واحد كان في سمير صبري معانا في نفس الحفله. سمير صبري كان بيعمل شو بالحصان. فكان اللي بيلبس الحصان ده ولد جميل يعني محترم، شافني وانا بتضرب شددني مطلعني في القاعه بره. طبعا الدوشه الفنانين اللي في القاعه طلعوا. بص انا ببص وانا بتضرب، ببص لقيت فريد شوقي بيقول لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، حول الله يا عم تحوش الله يرحمه. بس هو اكلت علقه يعني ما تتنسيش. ما انا ما انا مش عارف يعني، مش عارف ليه هي عملت كده. وكان في بيننا وبين بعض قضيه. طبعا انت؟ انا رحت عملت قضيه انها اعتدت عليا، وهي راحت مقضيه شريط فيديو للقاضي عشان تقول ان انا بسخر منها. فالراجل بصراحه راجل محترم، كتب كده ان ده فن معتمد، معترف بيه.
وليس سخرية. وكتب كده يعني. انت حاولت بعد فترة تسلم عليها؟ اتقابلنا مرة في النقابة. ودخلت انا ما كنتش اعرف ان هي قاعدة في دخلت اسلم على حبايبي فاكتشفت ان هي قاعدة. فبقيت افكر اسلم ولا ما اسلمش بقى. فكل ده في ثواني. قلت لها قلت امسك العصاية من النص. قلت لها احنا هنفضل كده مختلفين بقى مش هنتصالح؟ قالت لي انت عايز تضرب تاني؟ يا نهار ابيض دي بقى ضايقتني بقى. ضرب تاني حشوني بقى. قمت عليها يعني. حشوني. ولحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي هي ما اعرفش ايه اللي عملت كده يعني. انا بقدم فن زي اللي هي بتقدمه هي في الاخر. اليوم لو طلب منك تقلدها من جديد لفيفي عبده تقلدها؟ ما انا مش بقلدها انما انا عامل موضوع عن الرقصات. بقول الرقصات عقدوا اجتماع عاجل لبحث مشاكلهم. الرقصات يا جماعه عندهم مشاكل. بيقولوا انهم مش واخدين حقهم في البلد. الرقصات مش واخدين حقهم في البلد. وبناء عليه لموا بعض وفي ميدان التحرير وعملوا هزه احتجاجيه. الموظفين بيعملوا وقفه احتجاجيه دول عملوا هزه احتجاجيه. ليهم مطالب. بيقولوا ان الرقاصه اللي تعتزل الرقص عملتهم قشطه يعني عملتهم من حقها يتعمل لها مهرجان اعتزال وتكريم زي اللي بتعمل لعيب الكوره. ويعني لعيب الكوره بيعمل ايه اكتر من اللي بتعمله الرقاصه؟ هو بيرقص في الملعب هي بترقص على المسرح. شكلنا انا وانت هننضرب بعد اللي انت بتقوله. مش بس انت. لا بجد الموقف ده خليك تعيد حساباتك يعني اقلد ولا ما اخشش في الحته دي؟ انا ما بقلدش يعني. يعني ضمن الشو ضمن الموضوع التقليد ده في حد ذاته فني يعني. محمود عزب بيقلد مجدي عيد بيقلد. تقليد ده فن كبير. انا ما بقلدش. انا بعمل الكاركتر بتاع الشخصيه. انما انا ما اعرفش اقلد. انا بعمل الكاركتر. كاركتر فيفي اتغير دلوقتي اللي هو زي ما انت شفت كده. لسه بتاعه الكاركتر بتاع الشخصيه يعني. بس ده اللي انا بعمله. انما ما بقلدش. تمام. هتوقف مع فاصل اعلاني جاهز ونستكمل حديثنا. ماشي. نستكمل معكم حديثنا ولقائنا مع عادل الفار الفنان. عادل حنوصل انا وانت الى محطه اسمها نص الكلام. اسمها ايه؟ نص الكلام. انا هقول النص وانت تكمل بعدي. والله جاهز؟ محطه؟ مش محطه القطار. الفاصل يعني. لهذا السبب لم اعد قادر على ابتكار ضحكات جديده. ولا انت قادر لغايه دلوقتي تخترع موضوعات وتخلق طبعا موضوعات؟ طبعا لحد دلوقتي بفكر. بفكر. ما عمري ما يئس وعمري ما قلت انا خلاص كبرت. لا لازلت لحد النهارده بطلع شغل وبعمل شغل. صحيح بعد الكورونا دي وبعد الدنيا وقفت في بالنسبه للحفلات والافراح وما بقاش عليا طلب زي زمان. بس لازلت بعمل شغل. اوكي. هؤلاء من غضبوا مني او غضبوا مني بسبب مونولوجاتي. مين اللي غضب منك غير فيفي عبده؟ مفيش غير هي دي. بس فيفي. مفيش حد. انا عمري بس فيفي. الفنانين كلهم كانوا بيحبوني جدا وبيضحكوا على الافيهات. ومعظمهم عملت لهم افراحهم. معظمهم يعني معظم الفنانين انا كنت اساسي في الافراح بتاعتهم. احب زمايلي. مين من الشخصيات دلوقتي الموجوده اللي بتحس انه دي يلبق عليها موضوع معين؟ دي كاركتر بحد ذاته. مين اللي بتلعب بقى في مخيلتك؟ اللي هم بتوع المهرجانات. مين؟
بيكا، حمو بيكا والناس. لو هتعمل له كاركتر وموضوع تختار ايه تعمل ايه مثلا؟ ايه ادب وايه امان، ايه نجم المهرجان. الموضوع سهل وبسيط، التعقيد ده كان زمان. ايه انت فاهم ان اهو شلطوني في الشنابر والكتاوت عندي ضربه، الفتيس جوه الضفيره والجدوم محتاج لطبه، مهرجان ده ولا مش مهرجان؟ اهو اهم شيء مع نفسك، سيب نفسك كده يعني، بس لسه بجهز فيه يعني. بتجهز يا بوليا مناخوليا والنافوخ ادواره عليا، صحن دلع في الزتونه كان فاكرها قال فاصوليا. مهرجان ده ولا مش مهرجان؟ يعني انا عامل جمل مش مفهومه. اللي هي ملهاش معنى يعني، ملهاش معنى زي اللي هم بيعملوه. لو يعني تهيئ لنا او اختارنا انك تكون من فناني الزمان ده، الاغنيات اللي قدمتها من قبل كانت هتتوقف؟ هيتم توقفها ولا لا كانت ممكن تكمل عادي؟ لا اصلا انا ما بقولش حاجه غلط، ما بقولش حاجه. انا دايما يعني معظم الناس معظم زمايلي دايما يقولوا لي انت سابق عصرك. انت سابق عصرك. يعني انا عملت خناقه بين الجنيه والدولار. وهوبا التتا، هوبا التيتا، هوبا تيتو مامبو. ده الماتش بتاع الرجاله. عملت بقى الماتش الحريمي. سمعتها دي. سمعت الماتش الحريمي؟ مش دي اللي نزلت ولا دي اللي بتشتغلها تحضرها؟ لا دي لسه ما نزلتش. لسه ما نزلتش. كمل معايا. هذا أكثر فنان بيضحكني من الجيل الجديد. أحمد آدم. أحمد آدم. إيه أكثر حاجة ملفتة فيه؟ ما بيمسك شخصية بيمسكها صح. وأحمد جوز منى. جوز أحمد حلمي. أحمد حلمي برضه. الناس اللي أنا بحبهم جدا. ده الجيل الوسط يعني. رغم إن هو مرة كنت في حفلة وهم كانوا قاعدين فعملت الموضوع بتاع فيفي ده. فجم بعد ما خلصت قالوا لي ما يعني ما يصحش. ليه بتقول ليه؟ قلت لهم أنا بقدم شغلي. بقدم شغلي. يعني مش عارف أنتوا معترضين ليه؟ أنا بقدم فني وأنتي رقاصة. إيه المطلوب أعمل إيه يعني؟ أول شيء بيقولوا راقصة. راقصة مش رقاصة. راقصة يختلف الموضوع. راقصة. يعني عندك حاجة ضد الراقصات؟ في يعني عندك حاجة ضد الراقصات؟ لا خالص خالص. والله خالص. بالعكس أنا معظمهم صحابي يعني. دينا صاحبتي، لوسي صاحبتي. وبحبهم وبيحبوني وبيطلبوا مني أقول الموضوع بتاع فيفي ده. بيطلبوه. لدرجة ان انا وانا بتضرب كانت فاكرة ان دينا هي اللي مسلطاني. فيفي افتكرت انه دينا قالت لك قول الموضوع. عارفاها هي اللي بنت اللي مش عارف ايه اللي مسلطاك. انا ولا حد سلطني. انا كنت قاعد اقول لك انا الموضوع ده جه ازاي. كان في مشاكل بين دينا وفيفي. اقول لك انا الموضوع ده جه ازاي. انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون كان في برنامج بتقدمه الحسيني. منى الحسيني. اسمه حوار صريح جدا. حوار صريح جدا. انا قاعد بتفرج وهي كانت مستضيفه فيفي. الحوار اللي حصل الاجابه اللي كانت بتجاوبها تموت من الضحك. فخدت الفكره ورحت عامل حوار صريح جدا واللي انت شفتيه ده. حوار صريح جدا والمذيع بيقعد يسالني وانا كفيف بقى بقعد السؤال عادي الاجابه هي اللي بتضحك. فهي افتكرت انه دينا اللي بعتك تعمل الموضوع ده. افتكرت ان دينا، مع ان دينا ما محترمه جدا. محترمه جدا. مين الراقصه القريبه منك كتير؟ لوسي. لوسي؟ لان جوزها كاشف صاحبي. لهذا السبب تعاطيت الحشيش. خلاص بطلت ده كله ده خلاص. انت اتكمشت في الموضوع ده انا صح؟ على فكره صريح جدا معاك. صريح عارف. جدا معاك. المفروض عارف. ما اقولش الكلام ده. لا بس بس انا صريح لان انت مذيعه محترمه جدا تسلم.
بس على كل دي برضو رساله للشباب عشان يعرفوا انه الموضوع ده ممكن يؤدي لفين. انا كنت بتوهم ان هي السيجارتين دول بيعملوا لي دماغ وبتاع وبيخلوني اطلع ضحك وكده يعني. هو ده ملوش علاقه في الحقيقه، انما هو هي خيال. خلاص بقى ما بشربش فعلا دلوقتي خلاص. ليه؟ مش عشان حاجه، لان انا تعبت والدكاتره قالوا لي ما تشربش سجاير. انا بطلت السجاير كمان، حتى من اشربش سجاير خالص. بقيت اشرب، اتعب، اروح لهم يقولوا لي مش قلنا لك ما تشربش، مش قلنا لك ما تشربش. خلاص لغايه قلت لا بقى، انا هفضل كل شويه اتعب. مين غير الدكتور اشرف زكي وقف الى جنبك، وقف جنبك وساعدك؟ حلمي عبد الباقي برضه من الناس اللي وقفت جنبي. وسامح يسري وخالد عجاج بعد كده، بس وناس مش معروفين يعني. مش مشهورين كتير قوي. وقفوا جنبي وبيجوا لي يسالوا عليا ويطمنوا عليا ويطبطبوا عليا. حقيقي هسيبك تشرب شوي من الشاي اللي معاك ونرجع معاكم مشاهدينا. ونصل إلى الفاصل الأخير من حلقتنا مع ضيفنا الفنان عادل الفار. نصل إلى من فيهم. عندي صورتين وشخصيتين، هسألك سؤال هتختار شخصية واحدة، أوكي؟ ضمن الصورتين اللي هنشوفهم قدامنا. هبتدي بأول شخصيتين. وحشتني القعدة مع، بص معايا كده، خالد عجاج هشام عباس. خالد عجاج طبعا. وحشك. آخر مرة شفته كانت إمتى؟ آخر مرة شفته كنت عنده في الفيلا في 6 أكتوبر. من إمتى؟ من سنة كده. بس يعني لما بيبقى في مناسبة كده بروح. بتشوفه. تمام. أفضل من يستطيع تقديم المونولوج الآن، أوكي؟ حمو بيكا ويكس. لا يصلحوا للمونولوج خالص ولا واحد. المونولوج ده فن كبير. المونولوج ده فن اصيل. المونولوج ده بيشاور على الاخطاء وبيشاور على الحسنات وبيشاور. دول ما بيشاوروش، دول بيشاوروا على اي كلام. ما ينفعش. في برضو حد اقترح ان الاغاني بتاعتهم يحطوها في كمونولوج، يعني على اساس ان هم ايه ضمن فئه النقابة المونولوج. تديهم الترخيص. لا المونولوج ده قيمه كبيره قوي، مش عشان انا مونولوجيست. لا، المونولوج ده قيمه كبيره احنا مش حاسين بيها. الاعلام مش حاسس بيها والاعلام مش مركز عليها للاسف. هو راح زمن المونولوج ولا زمن المونولوج؟ للاسف عشان ما فيش تركيز عليه. يعني ما فيش تركيز، يعني ركز عليه. هات هات هاتنا وهات اسماعيل ياسين وهات شكوكو وهات عمر الجزاوي وهات الناس دي وهات فكر الجزاوي. انت بتسمع لهم عملهم؟ بتشوف اللي بيعملوه؟ سمعت؟ يعني ما بفهمش حاجه والله. ما انا قلت لك شعلتوني في الشنابر والكتاوت، عندي ضربه، الفتيس جوه الضفيره والجدوم محتاج لطبه. ايه ده؟ هم اللي بيقولوا حاجه زي كده بس. أفضل فنان وقفت قدامه، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مين منهم؟ أنا طبعاً بحبهم الاثنين، بس اللي أنا وقفت قصاده أحمد زكي الله يرحمه في فيلم هيستيريا. ده كان أول فيلم يجيلي أصلاً. في حصل موقف برضو صح؟ حصل موقف مع أحمد زكي، موقف يبين إن أحمد زكي ده محترم. الله يرحمه. احنا المفروض انا وهو زمايل في فرقه الموسيقى العربيه وسليم سحاب المايسترو، واحنا واقفين جنب بعض، وهو دوره في الفيلم ملتزم بيغني الاغاني الصح
وانا بهرج وبروح اشتغل مرايات وكده، فعايز اشده معايا. فالمخرج قال لي وانتوا واقفين بتغنوا اخبطوا كده عشان عشان يبص لك فالمايسترو يشوفك يروح مطلعك انتوا الاثنين بره. ودي اللي انا عايزها يعني. فرحت عامل زي ما هو قال لي، الفرقه بتقول وانا دي. قبليها طبعا كنا قاعدين ساعتين في الاوضه انا وهو، كان اول مره التقي بيه يعني. قعدنا نحكي بقى حكايات، وهو كان متابع عنده فكره عن شغلي فكان مبسوط مني يعني. قعدنا ساعتين نهزر ونضحك ونتكلم، وطلعنا بقى نصور المشهد وبقيت اخبطه كده. فراح فجاه قال لي انتوا جايبينه ده، وراح ماخد بقى واخد بعضه وماشي. طبعا المخرج جري وراه قال لي انت عملت، قلت له مش انت قلت لي اضربه كده، ضربت جري هو. قعدوا معاه ساعه لغايه ما هدي وقالوا له تعالى بقى عشان تكمل. فجه مكشر بقى ووقف جنبي. فالمخرج قال لي، كان المخرج عادل اديب، قال لي بالراحه ما تخبطوش قوي بالراحه. قلت له ماشي. فبقيت يا دوبك بس كده يا دوبك، والفرقه شغاله. وفجاه راح قال لي ستوب ستوب، وراح محسس لي على شعري كده قال لي انت صح، انت اخبطني زي ما كنت. مش عارف ياخد رياكشن يعني، بقيت اخبطه بالراحه، ما بقتش اخبطه خالص، بقيت يا دوبك المسه كده. فمش عارف ياخد رياكشن، الخبطه برضو بتخليه ياخد رياكشن صح، فتتحسب له دي. ان هو رجع لي بعد ما قال ايه القرف ده اللي انتوا جايبينه، رجع لي قيمتي تاني. افضل راقصه مثلت فيفي عبده دينا. دينا طبعا. ليه اختار دينا؟ ايه؟ ليه؟ رقيقة. عشان واخد موقف من لا فيفي؟ لا رقيقة. رقيقة. ما هياش لا رقيقة. اوكي. نعم ام لا هو عنوان الاخر محطة انا وانت. هناك فنانين مش لاقيين ياكلوا، نعم ام لا؟ نعم. للاسف. للاسف. في حد بتتواصل معاه بيشكي لك من الموضوع ده؟ للاسف ما عنديش تليفوناتهم، بس انا اسمع ان هم فعلا ظروفهم مش لاقيين ياكلوا. مفيش حد ما بيلاقيش ياكل يعني، ربنا سبحانه وتعالى بيرزق يعني. انما ظروفهم تعبانه يعني، ظروفهم صعبه. زي مين يعني؟ مش عارف احدد بالظبط يعني. معلش اعذريني في دي يعني. ولا يهمك. اعتمد في مصاريفي على معاش النقابة؟ لا انا اصلا كنت رسام في شركة الكهرباء. دي اللي سنداني، وبنصح الشباب كلهم ان هم يهتموا بشغلهم، لان الفنانين بالذات الفن ملوش اخر، الفن في الاخر فلوسه كلها بتطير. فوظيفه، اهتم بالوظيفه. وانا سعيد جدا بالشباب اللي بيهتم، شبابنا ما شاء الله عليهم مجتهدين وبيكافحوا وبيجتهدوا وبيشتغلوا، واهو موجودين اهو المصورين والمخرج صح، مخرج الاستاذ احمد حاجه صح. يعني سعيد بيهم جدا يعني. صح. وانت عملت حاجه واغنيه للشباب صح؟ عامل حاجه موضوع عن الشباب، هو كان شاددني يعني موضوع انا اللي كتبته. بقول ان النهارده الشاب لما يكون ظروفه تعبانه، ظروفه صعبه، لا معاه مهر ولا شبكه ولا عفش ولا حاجه ابدا، ابيض، ده يعمل ايه؟ وعايز يتجوز، ده يعمل ايه؟ انا بقى اقول لكم يعمل ايه. يلا وبنختم بيها. انا عاوز اتشكرك، ودي نصيحه بقدمها لكل الشباب اللي ظروفهم صعبه. دي نصيحه مني بقدمها. يلا خلينا نسمعها واشكرك. شكرا كتير لحضورك معانا، نورتني استاذ عادل. اهلا وسهلا بحضرتك، وتفضل. ماشيه ولا ايه؟ لا هنسمع الاغنيه. طبعا. ودي نصيحة بقدمها لكل الشباب اللي ظروفهم صعبة، أول حاجة تعملها تخش على أبو العروسة تثبته. قشطة يا أنكل، إيه الحلاوة دي؟ لا، أنت عالي أوي النهاردة، ما شاء الله ما شاء الله، إيه ده عمر الشريف؟
ما شاء الله. بقول لك يا أنكر، أنا كنت جاي لك في مصلحة، خدوا بالكم مصلحة، مصلحة حلوة يعني، كنت طالب إيد الأمورة الصغيرة. إيه؟ مخطوبة؟ خسارة، خسارة، كنت موزة حلوة. طب خلينا في المتوسطة، أه المكعبرة دي. إيه؟ مخطوفة؟ طب خلينا في الكبيرة بقى، بس تعمل لي ديسكاونت، وانا سألت عليك وعرفت انك راجل جدع وفنجاري وايدك فرطة، قلت خلاص نتعايش مع بعضينا والحياة تبقى في اللذاذة والطموح حلو، وانت حلو وانا حلو وتكير اوريدي اساسا متفقين، وتقنعني يقنعك، وانا عن نفسي حياتي اون واي، ما احبش الاتجاهين، ان ريش الانتظام بتاعي زي ما انت عارف، وادروش وابن بلد وخيالي عالي وبرستيجي حلو، وخلص في اي مصلحة واعرف اجيب الجنيه من بوق العو. بس هي متنشينا معايا شويه اليومين دول، تعرف بقى الكورونا والمناحه اللي احنا فيها، بس الطموح حلو، وانت حلو وانا حلو وتكير اوريدي اساسا متفقين بيثبته، وتكير اوريدي اساسا متفقين وتقنعني يقنعك، وانا ليا طبعي واحب اللي يحترم طبعي، انا اقوم من النوم الصبحيه تقي 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 اضرب التشريفه الحلوه، وتقي تقي تقي اروح مطقم السدري مع الجينز، وتقي تقي تقي اروح ضرب النضاره البوليس والموبايل في ايدي، وانزل اعيش حياتي بقى. ما لازم اعيش حياتي، والطموح حلو وانت حلو وانا حلو وتكير اوريدي اساسا متفقين وهتقنعني يقنعك، ومش هطول عليك كل ده، ما طولش عليه، مش هطول عليك، هم بقين هلقهم لك في اللزازه، وانت معطنت بقى شوف هتعملوا معانا واجب ايه. انت عليك اوضه النوم، اوضه الصالون، اوضه السفره، ده انت عليها الغسالات، التلاجات، البوتاجازات، النجف، الصين، الستاير، انا عليا التقايل، املى لك الشقه عيال. من ناحيه الامكانيات بقى ما اقولكش، انا عندي موقع على الانترنت. انا عندي موقع على الانترنت، ولا فرقه معايا ولا اي بنت، انا عندي موقع على الانترنت، ولا فرقه معايا ولا اي بنت عايزه تقابليني تعليلي على الموقع، بس ان ما جيتيش معطلكيش. يلا عايزة تقابليني، ايوه تعالي على الموقع، بس ان ما جيتيش معطلكيش. عايزة تقابليني، ايوه تعالي على الموقع، بس ان ما جيتيش معطلكيش. كل اللي ممكن تطلبيه تلاقيه في الموقع عندنا، ينسون وقهوة ونسكافيه، والجو يبدأ من هنا، والجو يبدأ من هنا. موقعي مفروش إلكتروني، وفي أوضة النوم سلم حلزوني. عايزة تقابليني تعالي لي على الموقع، بس ما جيتيش معطلكيش. عايزة تقابليني، أيوة تعالي لي على الموقع. فين السقف يا جماعه؟ يا جماعه ايوه عيش. عايزه تقابليني، ايوه تعالي على الموقع، على الموقع، بس ما تطلبيش. انا فين معدي وفين ما اروح؟ ايميلي سابق خطوتي، ايميلي سابق خطوته، لو مش هتيجي انا مش هروح، شغل التهنيج مش سكتي، شغل التهنيج مش سكته. موقع معروف وما يتوهش، هتخش يمين تلاقيه في الوش. عايزه تقابليني تعالي لي على الموقع، بس ما جيتيش ازعل منك، ازعل منك. ايدي ايدي ايدي.